بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع لي فيرب. كلاس لي فيرب دون لو طابلو سي دوسو. رتب الأفعال في الجدول أسفله الموجود في الأسفل. لوف دوفياندرا أن إيغلون. ليغلون نو فول با أنكور. إل غيست كالم دون سون نير. أن غرانديسون إل سو ترانسفورمرا أن إيغل. إل بلانرا هو dans le ciel. Et d'un œuf deviendra un aiglon. C'est ce que je veux dire. Al-Baïda, ça t'ospéro? Oui. L'aigle, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'aiglon. L'aiglon, c'est l'aiglon. L'aiglon, c'est l'aiglon. Yani, c'est l'aiglon. Il y a des gens qui sont l'aiglon. Et d'un nous sommes l'aiglon. Et d'un Al-Baïda, ça t'ospéro? Aiglon. Al-Baïda, c'est l'aiglon. C'est l'aiglon. C'est l'aiglon. Le verbe اللي عندنا هنا هو سي لو فيرب لوف دوفياندرا ان ايغلون. اذا فين هو الفعل هنا؟ اولو فيرب اولو فيرب دوفياندرا. ها دوفياندرا سي كال فيرب؟ سي لو فيرب دو دوفونير. سي لو فيرب دوفونير. اذا بغينا نصنفوا هذا الفعل هذا اسكو سي ان فيرب ديتا او ان فيرب داكسيون. واش هو فعل ديال الحالة ولا فعل ديال الفعل؟ ديال الحالة. ديال الحالة. اه سي ان فيرب ديتا. سي ان فيرب ديتا. إذا لو فيرب دوفونيغ سي ان فيرب ديتا. ثم عندنا لي غلون نو فول با زونكور. لي غلون نو فول با زونكور. عندنا هنا شي فعل ولا والو؟ هو لو فيرب. لي غلون نو فول با زونكور. شنو المقصود بهذه الجملة؟ لي غلون نو فول با زونكور. شنو المقصود بهذا الكلام؟ يعني أن ابن النسر لا يزال لا يطير. اذا شنو هو الفعل اللي كاين هنا؟ فول. فول سكال فيرب سلفا فولي. شنو فولي؟ لا يزال هي انكور باز انكور. انكور يعني انكور يعني بحال شي حاجه باقيه مستمره لا تزال. ولكن باز انكور يعني انها لم تستمر بعد. فهمتوا؟ لا شيء عكسها في حالتي. إذا لغلون نوفول باز انكور يعني أن ابن النسر لغلون نوفول باز انكور يعني أن ابن النسر لم يطير بعد. عندي لم يطير بعد. إذا لو فيرب اللي عندنا شنو هو؟ سي لو فيرب داكسيون سي لو فيرب سي لو فيرب إيطا سي لو فيرب إيطا سي لو فيرب إيطا. ما قلنالكش كيل جونغ دو فيرب أش من نوع ديال الفعل؟ قلنالك سي كيل فيرب. اش من فعل؟ اش من فعل اللي عندنا هنا؟ فولي. سيرفا فولي. دابا عاد غنشوفو نصنفو هاد الفعل هذا. فين غنصنفوه؟ في ديتا. اذا لو فيرب فولي سي ان فيرب ديتا. ها؟ سي ان فيرب داكسيون. علاش؟ يطير. سي ان فيرب داكسيون. ماشي حالة. فهمت ولا؟ اه. تنقولو بأن الطائر طار. هادي ماشي فعل هذا. رقم بواحد الفعل. واحد الإنسان طار. ماشي فعل هذا. اذا ليغلو نو فول باز انكور قلنا لو فيرب فولي ان فيرب داكسيون. ثم عندنا il reste calme dans son air. il reste calme dans son air. il reste اذا شنو deviendra vol. ثم il reste calme يعني هو باقي هادئا dans son air يعني في عشه. l'air avec e تتعني عش الجوارح الطيور. الجوارح هي الطيور التي تأكل اللحوم مثل النسر. هنا طبعا الحال نتكلم عن ني دي زوازو غاباس. إذا نتكلم عن عش الطيور الجارحة أو الكاسرة على عكس كلمة آغ بدون أ التي تعني هواء أو ريح أو تعني الجو المحيط بالأرض أو تعني أمورا أخرى. إذا هنا نتكلم عن آغ كلمة مؤنثة أفيك أه. إذا هذه تعني عش الطيور الكاسرة أو الطيور الجارحة. إذا إل غيست كالم دون سون آغ يعني أنه تيبقى هادئ في المكان ديالو. إذا أولو فيرب إيسي كالم. أه كالم راه هادئ سي أدجيكتيف ولكن غيست كالم من خلال المعنى ديال الجملة راه تيبان لنا بأن حالة
انه غيبقى هادي فهمتي. اذا غنتكلموا على ريستي كالم فهمتي، غنرفقوا هاد اللغه بغيستي استفاد ديتا. ثم اون غرانديسون، وبالكبر عند الكبر اون غرانديسون، اذا مع الكبار كما نقول هو تيكبر فهمت ولا، هو غادي تيكبر. اون غرانديسون سي لو فيرب غرانديغ، سي لو فيرب غرانديغ علاش نقبل هايا غرانديغ شتي ولا. اذا اون غرانديسون يعني مع الكبار، يعني هو غادي تيكبر ماشي تيكبر، هو غادي تيكبر. اون غرانديسون حيت عندنا هنا اون غرانديسون يعني كانه يقوم بفعل. اذا اون غرانديسون هذا سي لو فيرب ديتا او داكسيون. اسكو سي ان فيرب ديتا او ان فيرب داكسيون؟ واش هو فعل ديال الحاله ولا فعل ديال الفعل؟ شنقولوا هو غادي تيكبر؟ اذا سي ان فيرب ديتا، سي ان فيرب ديتا. il se transformera يعني هو يتحول، هو سيتحول. il se transformera يعني انه سيتحول، هو غادي تيكبر، هو غادي يتحول بعد وقت سيتحول، هذا هو المقصود. اذا عندنا لو فيرب، اش من فيرب عندنا هنا؟ سي لو فيرب. il se transformera سي لو فيرب transformer، se transformer. اذا لو فيرب se transformer، اذا لو فيرب se transformer سي ان فيرب ديتا او بيان سي ان فيرب داكسيون. اش من فعل هو؟ سي ان فيرب هو تيكبر، واش هو قام بشي حاجه؟ هو تيكبر. سي ان فيرب ديتا، سي ان فيرب ديتا. اذا il se transformera اون ناغل يعني انه يتحول من داك الفليليس الى اغل. اذا من اغرو غيولي اغل يعني غيولي نسر. il planera dans le ciel ثم انه سيطير. لو فير بلاني المقصود به حلاقه، حلاقه في الجو ياك. il planera يعني انه سيحلق في الجو، هو يعني عاليا dans le ciel في السماء، يعني انه سيحلق عاليا يعني في المستقبل في السماء. إذن أولو فيرب سي أولو ها؟ بلانغا، ها بلانغا. إذن سي لو فيرب، إذن اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب، سي لو فيرب بلانغا، سي لو فيرب بلاني. بلانغا راه مصرف في الفيتور سامبل. بلانغا إل بلانغا يعني أنه هو سيحلق مستقبلا، ولكن الأصل ديال الفعل هو سي لو فيرب بلاني. لو فيرب بلاني اسكو سي ان فيرب ديتا او بيان سي ان فيرب داكسيون؟ استنفع داكسيون. هذا فعل ماشي حاله. يعني انه فعل هو اللي غيقوم بهذا الفعل. اذا هذا هو كيفاش غيكون الترتيب ديال هاد الافعال. دابا حنا رتبنا هاد الافعال في الجدول ياك. دابا هنا عندك السؤال الثاني، اون تور لي فيرب ديتا غولوفي دون لو طابلو اي كي اكسبريم ان شونجمون. طبعا الافعال اللي تنقولوا عليهم بانهم سون دي فيرب ديتا يعني انه افعال الحاله، فيهم واحد النوعيه تكلمنا عليها قبل فاش درنا غومارك، قلنا بان الافعال اللي تتكلم على التغيير من حاله لحاله هذا اوسي سو سون دي فيرب ديتا. الافعال اللي تتكلموا على الشونجمون على التغير، ماشي هما اللي تتغير، هما اللي تتكلموا على التطور والتغير سي فيرب اوسي سو سون دي فيرب ديتا. هاد الافعال ايضا هادو افعال ديال الحاله. هنا السؤال المطروح من بين الافعال ديال الحاله، مطلوب منك تدور الافعال اللي تيعبروا على لو شونجمون، اللي تيعبروا على التطور او التغير. اذا شنو غيكونوا؟ اذا الافعال اللي لقيناها هما دو فياندرا، ريست كالم، اون غرانديسون، سو ترانسفورما. طبعا فولي اي بلاني هادو سو سون دي فيرب داكسيون، ما غنتكلموش عليهم. دابا غنتكلموا على لي فيرب دو شونجمون ياك. اذا لي فيرب كي اكسبريم ان شونجمون، او سون لي فيرب كي اكسبريم ان شونجمون. فين هما الافعال اللي تيعبروا على التغير والتطور؟ فين هما؟ واش مثلا غيست كالم؟ طبعا صنفنا الافعال الى قسمين، قلنا هادو سو سون لي فيرب داكسيون، هادو سو سون لي فيرب ديتا. السؤال الان من بين لي فيرب ديتا غنشوفوا لي فيرب كي اكسبريم ان شونجمون. طبعا لي فيرب ديتا افعال ديال الحاله، الافعال ديال الحاله راه فيهم الافعال اللي تيعنيو الحاله، تيعبروا على الحاله ياك، وفيهم الافعال اللي تيعبروا على التطور ديال هذه الحاله. فهمت ولا لا؟ السؤال المطروح هنا اننا ندوروا على الافعال اللي تيعبروا على التطور ديال الحاله. اذا مثلا واش غنتكلموا مثلا على غاست كالم؟
بقي هادئا. ملي تنقول بقي هادئا واش كاين شي تطور في هذه الحاله؟ هو بقى هادئ؟ لا ما كاينش تطور. اذا شنو هما الافعال اللي تتعني التطور؟ كاين مثلا دو فياندرا ريست كالم اون غرونديسون سو ترانسفورمرا. شنو هما الافعال اللي تعبروا على التطور؟ يعني ان هذا الشيء او هذا الشخص انه غيكون في هذه الحاله وغيتطور لحاله اخرى. شنو هما الافعال مثلا؟ غوندرا حالتين مو غوندرا. اذا هنا ما عندناش غوندرا، عندنا اون غرونديسون يعني مع الكبار. يعني مع الكبار يعني هو غادي تيكبر وهو يكبر وهو يكبر بمعنى اخر. دو فياندرا سيصبح، يعني انه الان كذا وكذا وهو سيصبح كذا وكذا. اذا واش كاين تغير ولا لا؟ اذا دو فياندرا سان فيرب كي اكسبريم ان شونجمون. اذا هو غير شي حاجه. اذا لو فيرب دو فيانير سان فيرب كي اكسبريم ان شونجمون. اذا فعل اصبح يعبر عن هاد التغير. ثم اش كاين شي فعل اخر؟ كاين ترانسفورم. سو ترانسفورم. سو ترانسفورم سي لو فيرب سو ترانسفورمي. يعني عندنا فعل تشكل او تغير، فهمتي؟ يعني انه تعبر على التغير، يعني انه تعبر على تغير تطور على التحول. ثم شوف السؤال الاخر. تو لي فيرب كل الافعال دو شاكين دي ليست، يعني لكل من هاد القائمه. لا ليست يعني القائمه. اذا دو شاكين دي ليست يعني لكل واحده من هاد القائمه. هنا عطاوك واحد القوائم ديال الافعال. شنو قوائم؟ يعني مجموعات. ليست قائمة. لا قائمة ديال الافعال، واحد المجموعة ديال الافعال، مجموعة اخرى ديال الافعال، مجموعة اخرى ديال الافعال. اذا نتكلم عن دي ليست. اذا تو لي فيرب دو شاكين دي ليست يعني كل افعال لكل واحدة من هاد القوائم سويفونت يعني التالية اكسبريم يعني ان تعبر. تنتكلموا على لي فيرب اكسبريم اون اكسيون. اللي خاصك دير في بالك هنا بان الافعال اللي غيعطوك في هاد ليستات بانهم تعبروا على لاكسيون او ان ايطا او تعبروا على ليطا. تعبروا على الحاله ولا على الفعل؟ على الفعل يعني بالحالات اللي ذكرنا. الا سوف ان انتري. الا ان انتري. ان انتري المقصود به واحد داخل. شنو هو داخل؟ يعني مغاير لهاد الافعال، فهمت ولا؟ يعني شي حاجه داخل على واحد المجموعه. هي ما ماشي من عائله، ماشي من العائله ديالهم، ماشي بحالهم. تروف سات انتري اي دي سو كي ليكسبريم. إذن أجد هذا الداخل، يعني وجد لنا هذا الداخل، إيدي سوكي ليكسبريم، وقل عن ماذا يعبر. المطلوب هنا أنك تلقى هذا الداخل ثم تقول عن ماذا يعبر. إذن نبخونو لا بخونيير ليست، ياك ناخدو الليست الأولى. دوموري غيستي باغيتر سورتيغ. إذن دوموري غيستي باغيتر sortir. إذا دوموري يعني أنه أقام. أقام أو أصبح تي عند المعنى. وعندنا غيستي يعني باقية، ثم باغيتخ يعني بادا، ثم عندنا سورتير. شنو هما الأفعال اللي بحال بحال وشنو هو الفعل اللي داخل هنا؟ شنو سوخي؟ سورتير يعني خرج. إذا شنو هو اللي غيستي باقية؟ غيستي باقية يا غيستي. ها؟ باقي ما غيستي يعني باقية. باقية بقى ما في الحالة. لا ما عندش حالة وما عندش فعل. بحال اللي شفنا قبل غيستي كالم، فهمتي؟ غيستي كالم باقية هادئا. غيستي دوبو. غيستي دوبو يعني باقية واقفا. إذا شنو هما الأفعال المتشابهة وشنو هو لانتخي؟ شنو مكنتش عاقل على دوموري؟ دوموري يعني كما لو نقول أقام، ولكن المعنى هنا لا. أنه أصبح دوموري. الحالة تغير الشكل و سورتي هي خارجة. سورتي خارجة. هادو خاص تعرفيهم، هادو خاص تعقل عليهم. وباغيتخ. باغيتخ بادا، راه شفنا قبل. باغيتخ يعني بادا. هي الباغي يعني هو يبدو، يظهر بواحد الشكل معين. يبدأ. شنو يبدأ؟ فين يبدأ؟ ما عندناش بدأ. ظهر. ها؟ ظهر. هو يبدو مثلا كما رأينا. تجي الشكل ديالو بشكل. حنا شفنا قبل هي الباغي تخيست، يعني أنه هو يظهر حزينا. شوف عندنا هنا دوموري غيستي باغيتر، هادو سوسون دي فيرب ديتا، كلهم تيعبرو على الحالة. سوغتيغ سي ان فيرب كي اكسبريم اون اكسيون.
الحمد لله. صورتي غير خرج الحمد لله. هو اللي مغير. هو الوحيد اللي مغير عليهم. اذا عندنا صورتي هو الوحيد من بنات المجموعه داكسيون فعل ديال الحركه ديال الفعل. شوفوا صحابي يا اخي خاص يكون ما داكسيون ما حاله. لا لا يكون مغير على الاخرين الحمد لله. حنا شفنا بان كاين جوج المجموعات ديال الافعال. نو باسون على دوزيام ليست ياك اون نورير سورتير غروندي ثم ساك خواتر دوتي. نورير سورتير غروندي ساك خواتر دوتي. نورير يعني اطعم. سورتير خرج. غروندي يعني اصدر صوت كصوت الرعد. غروندي يعني يهدر انك تصدر صوتا كصوت الرعد. تاتي ايضا بمعنى اخر ديال يوبخ شي واحد تصدر واحد الصوت كصوت الرعد في وجه واحد شخص اخر المقصود انه يرفع صوته عليه المقصود انه يوبخه. اذا نتكلم على الفيرب غوندي ثم ساك خواتر. ساك خواتر يعني انه يكبر فهمت يزداد. ثم دوتي. دوتي يعني شك يشك. دوتي يعني يشك. فين هو الفعل دوتي؟ دوتي شنو هي؟ شنو هو الفيرب لي انتري لي فيرب ديتا تيعبروا على الحاله تيوصفوا الحاله توصفوا الحاله ديال واحد الحاجه. لي فيرب ديتا تيوصفوا لنا الحاله ديال واحد الشيء او ديال واحد الشخص متعلقه به متعلقه بالحاله ديال الشخص او بالشيء. تنقولوا بان هذا السيد بانه قلق بانه حزين بانه يكبر بانه يصغر فهمتي. تنشوفوا بان الذات ديالو تيوقع على واحد الشيء. هنا عندنا لو فيرب دوتي. واش الذات ديال هذا الشخص وقعت شي حاجه؟ الذات ديالو واش وقعت له شي حاجه؟ لا هو تيشك بالعكس هو يشك. هو لانتري لانتري سي لو فيرب ساك خواتر يعني كابورا. هاد الافعال اللي عندنا هنا سو سون توس دي فيرب داكسيون. عندنا نورير سورتير غروندي هذيك ماشي غروندير هادي راه غروندي ب او اخرى ب ا وعندها اي ار في الاخر. هادي راه غروندي. غروندي يعني انك تصدر صوتا كصوت الرعد يعني انك تهدر وعد المعنى ديال وباخه. اذا عندنا غروندي دوتي هادو سو سون توس دي فيرب داكسيون. فهاد لا ليست ساك خواتر لو سول فيرب كيكسبريم لاتا فهمتي. ساك خواتر سي لو سول فيرب كيكسبريم لاتا. عندنا في لا ديرنيير ليست اخر قائمه مي ريجير ريجير سو ميتامورفوزي روجير مي ريجير سو ميتامورفوزي روجير. اذا عندنا لو فيرب مي يعني انه ينصالح. ثم عندنا لو فيرب ريجير يعني انه يصدر صوتا كصوت الاسد يعني انه يزأر. ثم عندنا سو ميتامورفوزي يعني انه يغير طبيعته او يتغير. ثم عندنا لو فيرب روجير يعني انه يحمر. اذا فين هو الفعل اللي هنا عندنا انتري يعني انه داخل. فين هو الفعل الداخل هنا؟ اذا عندنا مي ريجير سو ميتامورفوزي ثم عندنا روجير. اذا فين هو الفعل اللي داخلنا؟ الفعل الداخل شفنا مي يعني انه ينصالحو. حناش تنصالح من ديك الجلد ديالو تتحيد منه وتنتكلموا على الشباب ملي تغير الصوت ديالو. الطفل الصغير تيكون عنده الصوت رقيق ولكن ملي توصل لواحد السن الصوت ديالو تتغير تيولي غليظ فهمتي. عندنا ريجير هذا يصدر صوتا كصوت الاسد. ثم عندنا سو ميتامورفوزي يعني انه يغير طبيعته او يتغير. ثم عندنا روجير تنتكلموا على روج يعني احمر. روجير يعني انه يحمر. اذا شنو هو الفعل اللي داخل هنا؟ ريجير. ريجير يعني انه يصدر صوتا قويا. خاصك تصدر صوت يعني استنفار داكسيون. هذا الاخر حقاش مبدلا. شنو مالي مبدلا؟ الاخر الحاله ديالي مبدله. اشنو هي؟ الاخر ديتا. فين هما ديتا؟ الاخرين. مي يعني انه ينصالح تيقوم بواحد الفعل. مي يعني انه يقوم بفعل. تنصالح هو تيقوم بواحد الفعل. الفعل اللي واضح هنا بانه ديال ليطا هو سو ميتامورفوزي يعني انه يغير طبيعته. سو ميتامورفوزي هو الفعل اللي تيعبر على ليطا. اذا سي لو سول فيرب كيكسبريم ان ليطا. دري طبيعته ماشي تبحث تغير راسها جاء الراس و الفعل تغير. ماشي هو اللي تيقوم بالفعل. ما تيقوم بالفعل لا بغا الفعل. الاخرين تيصدر منهم الفعل او انه تيتلقاو الفعل. هذا شفنا قبل.
لي فير داكسيون هما اللي تيعبروا او تيوصفوا لنا واحد الفعل تلقاه الفاعل او صدر من الفاعل. فهمتي؟ اذا مكتبه القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.